وين نحطها يما؟ مش عارفة، دار الخزين ما عادش تسدني بدار جديدة. دبر لي وسع دار الخزين ولا دبر لي؟ كيف بنوسع حالك بنشق الصور، تاني شي ما عنديش فلوس للصيانة وبني فوتيها تو. ما مديار الديار نديرها دار خزين، دار مني خزين شنو شو بتديروا؟ دار الخزين صغيرة ومعاشة عادش لي شي، نبي نوسع وندير دار خزين جديدة، إن شاء الله غير ما تاخدوش دارنا بس، والله الفكرة هادي انتو أصلا مش قاعدات تتزوجوا وتطلعوا منها خلينا نستغلها من توا، شنو بتلزونا من توا؟ كولا زودي وين تبيني نحط بضاعتي باهي ها؟ تو نقول لك وين تحطيهم غير وسعي بالك. ولا ما فيش إمكان لا غير الدنيا مقلوبة تنسى تفها تتوسع ماما تعالي حطي بضاعتك كم بتحطي وسعتها لك ترى ما كيف توسع دار الخزين وين بضاعتك كلها اختفت لوحتها آه لوحتها الاخ كلها ما يصلحش حاجات قديمة ومكسرة ايه انتو جيل طوى اي شي يتكسر تلوحوه ما تعرفوش قيمة الحاجة اه هاتي بطانية بوك من لما كان صغيرة ليش ملوحتها؟ قديمة معش تصلح خلاص لاش بحيفها هادي تغطيتي بها انتي وعبدو وصليطة وكرك شوكولا كلكم مرت عليكم البطانية هادي خلاص دابت البطانية عتقاها لوجه الله شو عرفك انتي حاجات زمان فيهم البركة آه الفازة ليش لوحتاها مكسرة شو بتديري به ما تعرفي هاي الفازة هادي زمان ما كانش عنا شقاقات كنا نحطوا فيها خمسين قرش وكانت تولد تولد ربع جنيه مالا آه صندوق الخياطة اللي هداهولي بوك في عيد زواجنا الأول كم لوحاتها دار الخزين أول شيء أنا مش ملوحاته في دار الخزين أنا مخزناته في دار الخزين هذا آه! هزاز جدك لما كانت صغيرة ووك حاجات قديمة لين خلاص ما تبيش تلوحه علاش نلوحها تستفيدوا منها لصغاركم في المستقبل قلت لها وسعي لي ناطت لوحت لي الدنيا كلها قومت آه! سيارة جدك لوحتها أناي يعني آخر مرة نقول لك ساعتي روحتها البركة البركة كلها لوحتها